من السوسيولوجيا إلى الإعلام، ركبت الباحثة الإعلامية شما درشول رصيداً مهماً في عالم السلطة الرابعة والثقافة لتستقر على فكرة تأسيس مدرسة الأونلاين ميديا بالمغرب. المكتب ديال المغرب هذا تأسس هذا العام، هذا هو مكتب اللي هو إكستنسيون ديال البيغو اللي كاين في كندا، اللي تأسس العام اللي فات. الهدف ديالو تيخدم على توسكي ميديا اي كولتور داخل في اللي كنسميوه لونتربرونيا سوسيال، وكنظن اكاد اجزم انه هو لي لونتربرونيا سوسيال انتشرت في العالم. بقى المغرب خفيفه بزاف، كاينين الناس اللي خدامين في هذا لو دومين هنا في المغرب، ولكن في الميديا لا كولتور جو بونس واقيلا جو سوي لا بروميير. الإعلام لم يكن حلم صغرها، بل حلم أساتذة رأوا في جرأتها سلطة رابعة في مغرب اليوم. ماشي كان حلم طفولة، ولكن حلم ديال الأساتذة ديالي هو أنني أنا ندخل مجال الإعلام. أنا كنت بغي نكون أوفيسي ديال البوليس. من وراء زجاج القارة الزرقاء جعلت شما من مواقع التواصل الاجتماعي بوابة للتواصل مع العالم الآخر. فيسبوك أو الأونلاين ميديا أو السوشيال ميديا أون جينيرال هي نورمالمون سي ان بلاتفورم اللي انت اللي كتخلق الكونتوني ديالك. فيسبوك ساعدني بزاف في الخدمه، لان اترافير انا فيسبوك عندي واحد الريزو ديال بزاف ديال الناس من بزاف ديال الدول. هذا الريزو هذا كان مفيد ليا بزاف، كاين مثلا حتى في الخدمه ديالي مثلا او نيفو ديال جورناليزم دافيتيغاسيون ولا ديال الفوتوغرافي بحال اللي درنا مؤخرا مع الاسوشيتد بريس، كان كلها علاقات اترافير فيسبوك. يعني من يقرأ تدويناتها يرى فيها تلك المرأة الحديدية ذات المواقف القوية. كان بزاف ديال المحطات والأشخاص اللي أثروا لي في حياتي، سواء سلبا ولا إيجابا، يعني تف سلبا كان تأثير من بعد كيكون إيجابي. ملي كان عندي 12 عام أنا كان دارنا غادي يزوجوني على 12 عام، هربت لهم الدار مشيت خبيت عند الجيران نهار كامل وبقاو تيقلبوا عليا، دونك من بعد اقتنعوا بأن لا راه ما يمكنناش نزوجو هاد البنت هادي في هاد لاج هذا. دونك انا كنت درت مرافع، انا ميمكنش وانا راه ميمكنليش نتزوج على 12 عام وخاصكم تشاوروني خاصكم هادي وليد. الوجه الاخر لشامة يجعل من المقربين اليها يرون فيها سيدة التناقضات. هي كتشبه البروفيل ديالها في الفيسبوك وما كتشبهوش في نفس الوقت، يعني هي كتدافع من خلاله على مجموعه ديال الافكار، ولكن وكتشبه هي ديك الافكار اللي كتدافع عليها، ولكن هي ماشي الصوره الكامله. بطبيعه الحال دائما الناس عندهم صوره للضوء وصوره للظل، عندها واحد النوعيه ديال التناقض ما بين التناقض اللي كنحتاجو جميعا، يعني التناقض ديال انني نعيش حياتي، انني يكون عندي الحق في الفشل، انني نكون ضعيفه، انني نكون ما باغيش نهضر مع الناس، ولكن كذلك عندها الصوره ديال انها كتدافع على واحد المجموعه ديال الافكار كتبغي تعطي ما هو ايجابي، ولذلك تظهر وتختفي. يعني ديك الفتاه ولا ديك المراه التي تظهر باش تعطينا شي حاجه ايجابيه، ولا كتخلخل شي حاجه كتعطينا فكره وتترجع باش تعيش الخيبه ديالها او تعيش الحزن ديالها او تعيش يعني مشاعر اللي كتكون احيانا سلبيه يعني لوحديها. مواقف صعبه وفشل ثم عوده جديده للحياه في صوره امراه قويه كما تحب ان يراها الاخرين. يقدر الناس يتفاجئوا انني كنحشم بزاف، لان واحد الصوره اللي معكوسه اللي كيعرفني مزيان وقريب ليا واللي تعرف بانني انسانه تيميد اللي ما كتبغيش تبان بزاف، كتبغي تبقى في لي كوليس، كنبغي نكون على طبيعتي، كنبغيش نكون بواحد الصوره اللي خاصني نهضر بهذه الطريقه ولا ندير هكذا ولا نعجب شي حد، لا كنبغي نكون انا بحماقي.